باللعب على طول باتجاه الفريدي الى ويلهامسون. كرة مقطوعة بلمها اللمسة الاولى لجمعان. جمعان يحاول فيها اول لمسة تتسبب بركلة جزاء لمصلحة الهلال عن طريق البديل جمعان. الجمعان في الدقيقة 75 يحتسب سامي النمري. شوف العادة لما عدت وجمعان الجمعان يتدخل. شوف العادة محاول فيها كريستيان ويلهامسون مدخوجة في المرمى. بنلتي ركلة جزاء تقدم ويلهامسون وهوب جول جول جول. الهدف الثالث للهلال عن طريق كريستيان ويلهامسون في الدقيقة 75 من ركلة جزاء على جمعان الجمعان في اللمسة الأولى وفي الدخول الأول وفي الوهلة الأولى عندما يتسبب بركلة جزاء يتقدم من خلالها الهلال عن طريق كريستيان ويلهامسون. هناك في جدة الأهلي يدرك هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق تيسير الجاسم. تيسير الجاسم يتعادل.